هاي الدورات كتير مهم، لأنه بظل هالظروف الصعبة اللي عم تمر فيها البلد كتير مهم إنه نحن نساعد كل عائلة لحتى تتمكن اقتصادياً، لأنه بس كل عائلة قدرت تحصل على، خليني أقول، الأمان الاقتصادي النسبي ضمن العائلة لنفسها، فأكيد هذا الشيء رح يكون انعكاسه جدا إيجابي على صعيد الأمان الاقتصادي بالبلد ككل. فهذا كان الهدف، كان هدفنا نقول لكل شخص من هالمشاركين انه انت قادر، عندك القدره، وانت قدران تكون شخص فعال ومنتج بهذا المجتمع. البازار فيه كل المستفيدين اللي كنا عم ندعمهم بالنسبه للمهن اليدويه اللي نحن عم ندعمهم بمشاريعهم الصغيره. عندنا منتجات اللي هي شغل ايد كلها حصرا، ما في شيء ثاني غير انه شغل الايد. عندنا منظفات، عندنا شغلات خشبيه، عندنا زراعه، كمان موجود عندنا شغلات غذائية من حلو ومن لحومات باردة، وعندنا مخللات. يعني البازار خلينا نقول جامع كل شيء. كتير حلو البازار، في عندنا مساحة صديقة للطفل، الولد رح يجي ينبسط، رح يلون. مشاركة بدورة صناعة الاكسسوارات من مركز درب كفر بطنة، شغلة كتير حلوة. طبعا هي عن موهبة مني، يعني أنا كتير يعني من صغري بحب هاي الشغلة، وفتحوا المركز وعرفت إنه في دورة، سجلت فيها ونميت هالموهبة. وهي التجربة كتير بتعني لي، إني فرجيت للعالم أنا شو بحسن أعمل. أنا عندي شوية خبرة من الأول وكفيتها بالدورة اللي عملناها بالصناعات الغذائية، وبلشت بهالمشروع الصغير. مشاركت بهذا البازار كرمال نقول نكون كلاتنا سوا عم نقول انه نحن قدرانين نكون واقفين بوجه الظروف الاقتصاديه الصعبه، ومن شغلات بسيطه نعمل شيء كثير مهم. كان مشروعي هو هاي دعمك من دائره العلاقات المسكونه. هذا مشروع هي تبوي اقتصادك الوطني. مهنتك منظفات كثير، هاي كثير من الدوله، هي بتعرفي هلا كنا في غلا كتير. هاي الماركات منظفاتها، هاي كل فرط هي كي نفسك الماركات هي كل مشروع هو هلا هيك محل بسيط.